لم يكن الأمر يتعلق فقط بتأهيل القدرة البدنية على خوض أي معركة، من الممكن أن يؤدي إليها أي ظرف استثنائي، ولكن الهدف هنا كان الرغبة في زيادة حجم الثقة بالنفس. لذا قررت الفتاة العراقية غير العادية نور، وأصرت رغم معارضة عائلتها أن تتعلم رياضة الكاراتيه. وبعد عامين من المعافرة والإصرار وصلت إلى هدفها لتعلم تلك الرياضة غير المفضلة عند الجنس الناعم واللطيف. لكن ما سر هذا الإصرار والتشبث بتعلم فنون الكاراتيه؟ وما الذي دفع تلك الصبية وغيرها من الفتيات الشابات إلى ترك اهتمامات العناية بالأنوثة والذهاب بالتفكير إلى طرق مختلفة؟ تعرضت لأكثر من موقف وأني بالجامعة أو بالإعدادية، أنا ما قدرت أحكي، ما قدرت أجاوب، ما قدرت أخذ رد فعل تجاه الشخص اللي تحرش أو اللي حكى وياي. بعد ما انضميت الأكاديمية أنا لاحظت فرق كلش كبير. هم تعرضت لهيك مواقف كانت صعبة بالنسبة لي، بس اللي همني واللي خلاني أكون فخورة بنفسي وفخورة باللي دنسويه هنا هو أنه فعلاً ديجيب نتيجته هو أني قدرت أجاوب، قدرت أني أستخدم الفنون الدفاعية اللي تعلمتها وضربت الشخص اللي تعدى، خلينا نقول على الحدود الشخصية اللي أنا مخليتها. لا تذهب أي فتاة كي تتعلم مثل هذا النوع من الرياضات بهدف استحضار العنف أو تحويل نفسها إلى مقاتلة، لكن في الأغلب يكون تعلم هذه الأنواع من الفنون القتالية بهدف دعم الثقة والشعور بالأمان للقدرة على التصرف في أي موقف ومواجهة أي شخص يحاول التطاول بأي شكل عليها، مستغلاً فرضية طبيعتها الضعيفة. بالبداية كنت أخاف، كنت أرتبك أطلع بالشارع، يعني أظل قلقة. هسه لا، أعرف أنه هو أنا واثقة من نفسي، أعرف إذا إجاني في موقف أعرف شلون أتصرف به. هذا الشيء غير من نفسيتي، غير من ثقتي بنفسي، غير حتى من لياقتي بجسمي أكيد. ربما تكون الرياضات القتالية عنيفة وغير مفضلة للفتيات، ولا يحبذ المجتمع أن تمارسها الإناث، لكنها بلا شك من أكثر الأمور التي تمنح أي فتاة الثقة بقدرتها على الدفاع عن نفسها. ومن هنا تتمكن النساء الصغيرات من النضوج على أساس متين يحميها من متقلبات الحياة ويساعدها دائماً على مواجهة أي صعاب.